سلام الله عليكم. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن ما هو السر وراء هذه الاكزيلري اكويجن، لماذا تظهر هذه الاكزيلري اكويجن بهذا الشكل عندما يكون لدينا كوشي اويلر هوموجينيوس سكند اوردر ديفرنشال اكويجن. كما تعرفنا في فيديوهات سابقة فإن هذه هي كوشي اويلر ديفرنشال اكويجن، وهذه هي الاكزيلري اكويجن الخاصة بها، تكون على شكل ax squared y double prime then x we have here y prime then c y a b c constant، والاكزيلري اكويجن تكون am squared، احيانا في ناس بسموها r بدل m، هذا لا يفسد الود قضية. am squared b minus a m plus c equals 0. طبعا ده بإمكانك أنك تحل كوشي أويلر second order differential equation بدون ما تعرف من وين إجت الأكزيلياري equation، وهذا موجود عندي في هذه البلاي ليست في فيديوهات أيضا سابقة بإمكانك تلقى عليها نظرة، أنه حتى تحل لا يفترض فيك أنك تعرف من وين إجت هذه، ولكن لمن يحب أن يستزيد سؤالنا هو why this auxiliary equation like this. أوكي، راح أبدأ هون ونثبت أن هذا هو شكل الأكزيلياري equation لكوشي أويلر differential equation. راح نفترض هنا بأن assume that إنه we have a solution in this form y equals x to the m y equals x to the m، أنه يوجد solution لهذه differential equation على هذا الشكل، لكن كما ترى فإنه يوجد عندي y، يوجد عندي y prime، يوجد عندي y double prime، إذن أنا موجود عندي هون y، رح نوجد y prime and y double prime لهذه أو لهذا السوليوشن. So y prime كما نعرف من مفاهيم calculus 1 إنه رح ينزل هذا الباور يتحول إلى coefficient ورح ينقص بمقدار 1، فرح يصير بهذا الشكل m then x to the m minus 1. اما y دبل برايم فراح تكون بهذا الشكل m، وراح ينزل ايضا هذا الباور اللي هون ينضرب بهذا الكوفيشنت اللي موجود هون، وراح ينقص كمان واحد فراح يصير m minus 2. اذا عندي m times m minus 1 then x to the m minus 2. ما علينا القيام به الان هو انه راح نجيب ال y هون ونعمل plug in بهذه الإكويجن، ورح نعمل y prime مكان y prime ثم y double prime مكان y double prime. So فرح تصبح بهذا الشكل a x squared then times m times m minus 1 x to the m minus 2. شو اللي عملناه؟ أخذنا هذه الإكويجن نفسها، ولكن مكان y double prime كتبنا هذا الشيء لأنه هذا هو y double prime plus عندي b x times m x to the m minus 1. أيضا استبدلنا هذه الواي برايم بهذا المخلوق اللي هون لأنه هذا هو نفسه واي برايم. ولاستلي وي هاف سي واي، واي كما اتفقنا هي اكس تو ذا ام ايكوالز زيرو. طبعا كما ترى هذه واي هي نفس واي اللي موجودة هون. اوكي، الآن رح نعمل شوي تبسيط لهذا لهذه الإكويجن الموجودة. راح نضرب x to the power of 2 by x to the m minus 2. طبعا لما نضرب راح نجمع الباورز، راح نجمع m minus 2 plus 2 so it will be m
So we have here A, then we have here M, we have M minus 1, and we have here, خلينا نكتبها بلون مختلف, X to the M, then plus, same wise راح أضرب هاي الإكس اللي هون بالX to the M minus 1 اللي موجودة هون, وأيضا راح نجمع الباورز, عندي M minus 1 plus الباور اللي موجود على الX اللي هو 1, so it will be X to the M one more time, so it will be here B, then M, then X to the M plus C و X to the M الأخيرة ما في شيء نعمله فيها, فرح تبقى X to the M equals 0. كما ترى يا رعاك الله فإنه عندي 1, 2, 3 terms وعندي X to the M common factor, so we can factor out X to the M. So if we factor X to the M اللي راح يبقى عندي هو A M times M minus 1 plus B M plus C equals 0. طبعا it's not interesting انه نحكي هذا الاكس 0 لان هذا الاكس 0 هذا دائما راح يكون 0, اذا هذا هو اللي بيساوي 0. خلينا ناخده, so we have here A M times M minus 1 plus B M plus C equal 0. ممكن نعمل distribution ل AM على الحد الأول والثاني, فرح تصير عندي A M squared minus AM plus BM plus C equal 0. ممكن نعمل switch لهذول الحدين, نخلي البوزيتيف بالأول و النيجاتيف بعدين, فراح يصير عندي بهذا الشكل AM squared plus BM minus AM plus C equal 0. راح ناخذ هذول فقط, هذول الحدين الموجودين هون, then we can factor out M common factor, بس ما راح نحطه على الليفت هاند, راح نحطه على الرايت هاند باعتبار انه variable, so it will be like this, A M squared plus B minus A times M اللي هو الكومن فاكتور plus C equal 0. وهذا لهذا السبب هذه هي ما تسمى بالاكزيلياري equation ل Cauchy-Euler second order homogeneous differential equation. وأؤكد في نهاية هذا الفيديو, طبعا انتهى الإثبات في نهاية هذا الفيديو, حتى تحل المسألة على Cauchy-Euler, إذا كان همك الحصول على حل Cauchy-Euler أنت بغنى عن هذه التفاصيل, ولكن إذا كنت حاب تعرف من وين إجت الأكزيلري إكويجن فهذا هو الإكسبلينيشن, وشكراً.